السلام عليكم. في العام 2012 أصدر الحوثيون وثيقتهم الفكرية والثقافية كما اسمها. هذه الوثيقة الفكرية ليست تعبيرا حصريا عن توجهات ميليشيا الحوثي وقادتها، ولكنها عكست إجماعا للمنظومة العلمائية التي تتشاطر مع الحوثي انتماءه السلالي، وتقر بما يقر به من أمر أحقية هذه السلالة بالسلطة من دون سائر الناس في هذا البلد. يعود اليوم الحديث عن هذه الوثيقة ونحن وسط حرب دامية قادتها تلك الجماعة ضد اليمنيين، في سياق محاولة لتفكيك الذهنية التي تحكم وتتحكم بمصائر اليمنيين اليوم عبر سلطة الانقلاب، بل وتشرع لقتلهم تحت لافتات عدة ليس أقلها الاصطفاء الإلهي. فنزعة احتكار السلطة ليست وحدها هي التي تبرر كل هذا القتل، بل هناك دافع أقوى من ذلك بكثير، وهو الاعتقاد بأن السلطة أصلاً هي حق غير قابل للتداول، بل هو حق لفئة أو سلالة من الناس. اعتقاد يكتفي بإقرار هذا الحق وتسويغ احتكاره، ولكنه أيضاً يشرعن لأكثر وسائل الاستيلاء على السلطة فتكاً وإيذاءً، وهو بالتحديد ما نراه اليوم من موجة القتل والدماء التي تراق على مذبح المنطق الموتور الداعي إلى احتكار السلطة. في حلقة هذا اليوم من المساء اليمني سنتوقف بالتحليل أمام الوثيقة الفكرية التي صدرت في 13 من يناير 2012 في سياق زمني بالغ الدلالة، ولتؤذن بمرحلة بالغة السوء عاشها ولا يزال يعيشها اليمنيون حتى اليوم. نذهب الآن إلى مشاهدة التقرير للزميل ياسين التميمي، نعود بعده لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع. خارطة الطريق العقائدية لاستعادة السلطة هي تلك التي تتجسد بشكل كامل فيما تسمى بالوثيقة الفكرية للحوثيين وللمنظومة الكهنوتية من رجال الدين المتشبثين بأهداب السلالة والسائرين في فلك الاعتقاد بأحقية احتكار السلطة لفئة بعينها دون سائر الناس. الوقت الذي صدرت فيه هذه الوثيقة يقترن بأكثر من دلالة ومغزى، فهي تعود إلى 13 من شهر فبراير من عام 2012، في وقت كان اليمنيون يتهيئون للذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد 8 أيام لانتخاب الرئيس التوافقي الجديد للبلاد بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. لحظة رأت فيها منظومة الحكم القديم بأن السلطة قد عادت حقا إلى اليمنيين ولن يعد بالإمكان احتكارها أو استثمارها، فاستنفرت كل أسلحتها القديمة والحديثة العقائدية والمادية. في تلك اللحظة الفارقة صدرت هذه الوثيقة كاشفة عن المشروع السياسي العقائدي للحوثيين وللمنظومة العقائدية بما هو مشروع يتنافى مع المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، ويصطدم بشكل مباشر مع حق الشعب الأصيل في حكم نفسه وتنظيم سلطات الدولة بواسطة عقد اجتماعي هو الدستور الذي تقره غالبية أبناء الشعب. في الوثيقة ما له علاقة بأصول الدين، ولا يعد كونه تباينا لما أقرته عقيدة المعتزلة، وما يهم هنا هو الوقوف على النزعة العنصرية السلالية في احتكار الدين والدنيا وما يسعى هؤلاء إلى تكريسه من تبعية عمياء من عموم المسلمين لمن تعتبرهم الوثيقة أوصياء على العقيدة والقرآن وعلى الفقه والشريعة، وهي وظائف تجعل من احتكارهم للحكم بعضا مما يتعبد به الناس ويعبر عن نقاء عقيدتهم. ويرى المراقبون أن الوثيقة الفكرية هي التي أطاحت بالدستور وبمؤسسات الدولة وشرعنت لجريمة السطو على مقدراتها، ووفرت الإطار العقائدي لتحالف الشر الذي قوض التسوية السياسية وجر الخراب إلى هذا البلد، وجعل السلطة مذبحا تراق عليه دماء اليمنيين الأبرياء بعد أن بلغوا شأوا من التوافق على دولتهم ومستقبلهم. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هلا بدأنا بإيضاح يعني بشكل مختصر ما هي هذه الوثيقة الفكرية الخاصة بالحوثيين ومن وقع عليها بشكل عام؟ أولا باعتقادي أنه الحديث عن الوثيقة الفكرية يؤسفني أنه جاء حديث متأخر يعني إعلاميا، رغم أن الوثيقة لها أكثر من 3 سنوات حتى الآن، وهي صادرة في يونيو 2012. نحن الآن في السنة 4 من صدور هذه الوثيقة، وهي التي كنا نتحدث عنها كثيرا أثناء صدورها
وهي باختصار هي عبارة عن نسخة يراد من خلالها استعادة مجد ما يسمى بمجد الإمامة الهاشمية في اليمن من خلال ملف وورقة المذهب الزيدي الذي يراد أن يحتكر في إطار أسرة معينة وهي أسرة بدر الدين الحوثي وأولاده ومن سار في على نهجهم. وتهدف هذه الوثيقة بدرجة رئيسية إلى استعادة مفهوم ما يسمى بالاصطفاء الإلهي ونظرية البطنين الزيدية التي تحصر الحكم والعلم في سلالة ما يسمى بالهاشميين في اليمن أو ما يسمى بالسادة. وهذه الوثيقة تعتبر خطورتها أننا اليوم نقف على أطلال المشاريع التي أتت من ضمن أو تمخلت عنها هذه الأفكار العقائدية الوثنية السلالية التي جرت اليمن إلى كل هذا الخراب والدمار، والذي اليوم نحن نقف ونشاهد ما الذي حدث بعد أكثر من 4 سنوات من صدور هذه الوثيقة التي كانت إذاناً بهذه الحرب التي أشعلت الأخضر واليابس في اليمن وقادت اليمن إلى مأزق، ليس فقط مأزق محلي وإنما مأزق إقليمي ودولي نتيجة لمثل هذه الأفكار العصبوية السلالية المتطرفة التي لن تقف باليمن عند هذا المستوى، وإنما قد تجر اليمن والمنطقة إلى حرب دامية إذا ما استمر الباب مفتوحا أمام مثل هذه الأفكار في الانتشار والسيطرة والتحكم بالمجتمعات في الحالة اليمنية. طيب، هناك من يتحدث عن أن أخطر 3 نقاط وردت في هذه الوثيقة هي احتكار الحق والتفرد بالهداية، الاصطفاء على العالمين، وكذلك وجوب قتال المخالفين. يعني هل هي فعلا هذه أخطر الأفكار، وإلى ماذا تؤسس هذه الأفكار في واقع عملي يعني شهدنا ونشهده إلى الآن؟ أولا لكي نكون دقيقين في الموضوع، هي الوثيقة ليست يعني الأفكار التي طرحت في هذه الوثيقة ليست جديدة. الجديد في الوثيقة أنها صدرت عن مسمى بيت الحوثي أو أسرة الحوثي، لكن هذه مثل هذه الأفكار هي موجودة في كتب الزيدية وموجودة في كتب الهادوية تحديدا، وفي هناك عشرات الكتب وعشرات الشروح وعشرات الهوامش على مثل هذه الأفكار فيما يتعلق ب الاصطفاء الإلهي لأسرة معينة، فيما يتعلق بقتل المخالف. المخالف هنا ليس مخالف في إطار الدين وإنما في إطار المذهبية الإسلامية، في إطار الحالة الإسلامية، بمعنى أنه قتل المخالف مذهبيا كالشافعي وكالحنفي كغيره من أصحاب المذاهب. مثل هذه الأفكار هي أفكار موجودة على امتداد تاريخ الزيدية في اليمن، يعني خوضت معارك عديدة على امتداد تاريخ اليمني، وسارت دماء أنهار من الدماء اليمنيين على امتداد أكثر من 1000 عام نتيجة مثل هذه الأفكار التي أتى بها الهادي أو ما يسمى بالإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي في 284 هجرية إلى اليمن. الجديد كما قلت هو ظهور أو استحواذ ما يسمى ببيت الحوثي على تمثيل واحتكار النص الزيدي والنص الهاشمي الزيدي تحديداً الهادوي، وتحويل هذا النص إلى امتلاك خاص وإرث ينتقل إلى أسرة الحوثي التي اليوم تقدم نفسها على أنها الممثل الوحيد والحصري للحق السلالي أو الحق الإلهي في الحكم، وأيضا تحتكر المذهبية الزيدية المتنوعة التي فيها الكثير من الاختلافات والمدارس المعروفة. وبالتالي هذا الجديد، وهو الجديد الذي اليوم قاد وسيقود أيضا إلى صراعات بينية كبيرة وشديدة خلال هذه المرحلة، وهي متبدية هذه الصراعات، وإن اليوم جمعتهم بس فقط مسألة القتال الدائر ومحاولة توطيد ما سموها باللحظة والفرصة التاريخية لهم لاستعادة ما يسموه بالحق الإلهي في حكم اليمن. هذا الجديد أنا باعتقادي، لكن من حيث الأفكار المطروحة هي أفكار موجودة مبثوثة في التراثية الزيدية وموجودة في كتبهم وشروحهم وعلى امتداد التاريخ القديم والحديث. طيب، يعني هي بشكل عام موضوع الاصطفاء ليس موضوعا يعني جديدا بالنسبة سواء للحوثيين أو حتى للزيديين. هناك الكثير ممن اعتقد أنه وسلالته أو نوع معين من البشر هم لهم الحق في حكم بقية الناس وما شابه. يعني
هذه الأفكار في الغالب اندثرت من هذا العالم، أو على الأقل لم تجد لها الحاضنة السياسية التي رعتها وأبرزت مشروعها إلى الواجهة بشكل كبير، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، يعني إذا ما تحدثنا في إطار عالمي. لماذا تجدد هذا الحديث في اليمن بعد ثورة 1962 في اليمن التي كانت ضد الإمام وضد فكرة الاصطفاء أيضا؟ اعتقادي أنه مسألة أنه ثورة 26 اللي نسميها بثورة 1000 عام هي كانت مثابة الثورة الأم لكل الثورات اليمنية، وكانت الثورة الفكرية في الأساس التي عملت عملية قطع بين ماضي اليمن الأسود ومستقبله أو حاضره الموجود المعاش حتى اليوم. لكن الذي حدث أنه هناك حصل مرحلة انقطاع بين هذه الثورة الأم و المراحل والمحطات الوطنية التي أرادت أن تصحح مسارات ثورة 26 سبتمبر حتى أتت ثورة 11 من فبراير 2011. مع هذه الثورة حصل مرحلة انقطاع، هذا الانقطاع أدى إلى وجود فراغات، هذه من خلال هذه الفراغات استطاعت الإمامة بذور المشروع الإمامي أن يتسلل بهذه الفراغات في أوساط النخب اليمنية والسياسية والمدنية وما إلى ذلك، واستطاع أن من خلال هذا الفراغ الموجود وحالة الصدام الموجودة بين أطياف المشهد السياسي اليمني الحزبية والثقافية إلى أن يتغلغل ويستغل هذا الصراع لينقض على الدولة ويحول إمكانيات الدولة التي تشكلت البسيطة بإمكانيتها البسيطة وتصورها البسيط ما بعد 22 مايو 90 وما سمي بالجمهورية اليمنية، استطاع أن يحول إمكانيات هذه الدولة في لحظة فارقة من تاريخ اليمنيين ويحولها اليوم، ويستعيد بذلك إعادة يروم بذلك استعادة الإمامة من خلال الحامل الموجود وهو حامل الجيش والسلطة التي كانت موجودة والتي قامت أيضا على امتداد 30 سنة والتي تحكم بها الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، وحولها أو جهزها إلى ما يشبه حولها إلى حاضنة سياسية للهاشمية الزيدية التي استعادت أو يتخيل لها ويتوهمون أنهم من خلال انقلاب 21 سبتمبر أنهم استعادوا ما يسموه بالحق الإلهي لهم في اليمن. في الحكم. طيب هناك يعني من ما تذكره الوثيقة أن نهج الهداية والأمان من الضلال محصور فقط إلى يعني إلى جانب القرآن في أهل البيت بيت الحوثي دون سواهم. هل هذا يندرج تحت إطار ادعاء قداسة معينة من نوع ما لهذه السلالة أو لهذا البيت من هذه السلالة تحديدا؟ لا شك إنه نحن الآن نعيش مرحلة هذا التمايز الموجود في صفوف الزيدية. الآن تحاول مثلا على سبيل المثال هناك في النخبة التأسيسية ما يسمى بالإحيائية الزيدية التي سميت بعد ذلك بجماعة الحوثي، كان هناك عدد من المؤسسين الذين لا ينتمون إلى سلالة الهاشمية أو إلى سلالة الحوثي أو إلى أي من البيوت الهاشمية، وبالتالي تم بعد ذلك حينما استطاعوا أن يحققوا بعض النجاحات في عدد من المناطق حتى وصلوا إلى العاصمة صنعاء تم إزاحتهم والاستغناء عنهم بل قتلهم واغتيالهم معنويا وسياسيا بالاغتيال كما حصل مع عبد الكريم قدبان وحصل بعد ذلك مع صالح الصماد وحصل مع عديد من القيادات التي يرون أنها ستكون وأنها ليست من ضمن السلالة. أيضا مضى التنافس في إطار البيوتات الهاشمية إلى التصفية الداخلية فيما بينهم كما حدث مثلا للمحطوري وحدث أيضا لبعض القيادات الكبيرة في ولمحمد عبد الملك الدكتور محمد عبد الملك متوكل. هذه الصراعات التي تمت وهذه الاغتيالات هي لم تتم في إطار الصراع السياسي في إطار خارج إطار الصراعات الموجودة في البيوتات الهاشمية. هذا الصراع وهذه الاغتيالات أتت كجزء من حالة الصراع في البينية بين الهاشمية السياسية نفسها، لأن كل بيت وكل أسرة ترى نفسها أنها الحق أن لها الحق في الحكم دون غيرها، فما بالك دون الناس الآخرين ودون المشهد العام في اليمن. يعني ما هي النصوص التي يعني يؤكدون أو يستندون عليها في ادعاء هذه الاصطفاء؟ يعني هذا الاصطفاء لم يأتي فقط في سياق سلالة معينة بل في يعني بيوت بداخل هذه السلالات، على ماذا يعني يعتمدون أو ما هي الخلفية الفكرية التي تؤكد وتدعم هذا الادعاء؟
الخلفية الفكرية لا شك ما قلت سابقا أن هناك تراث مليء بهذه الأفكار ومثل هذه الأدبيات التي يستندون إليها. هم يستندون فيما يستندون إليه إلى ما جاء به الإمام أو ما يسمى لديهم في أدبياتهم بالإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي، هذا الذي استطاع أن يحول الزيدية من مجرد أفكار إلى نظرية ثم إلى دولة حاكمة أو إلى سلطة حاكمة في شمال في القرن الهجري الثالث. فأسس مجموعة من الأفكار التي بنى عليها مثل هذه النظرية. هو كان يؤسس أو يؤصل لفكرة الاصطفائية الإلهية ضمن أدبيات ما يسمى بالمعتزلة، وأدخل بعض يعني الزيدية تدعي أنها تنتمي أو أنها على نهج النهج الفكري للجماعة المعتزلة، لكنها أدخلت في صميم أو في صلب هذه الأصول الخمسة لما يسمى بالأصول الخمسة المعتزلة، أدخلت نصا عرضيا فيها وهو حذفت إحدى نصوص الزيدية المعتزلة المشهورة وهي المنزلة بين المنزلتين، وأضافت نص الإمامة وحصرها في بطنين أو في سلالة الحسن والحسين. هذه الأدبيات التي تؤسس عليها مثل هذه الأفكار هي جديدة أيضا حتى على الزيدية القديمة، زيدية الإمام زيد وزيدية إبراهيم الرسي، وأيضا حتى على الزيدية الطبرية، الزيدية التي نشأت وتكونت في طبرستان وبلاد الديلم، وهي زيدية لم تكن تستند إلى حصر الحكم كما هو الحال في الزيدية اليمنية أو التي تسمى بالزيدية الهادوية نسبة للإمام الهادي يحيى بن الحسين. فأسست على هذا على هذه الأدبيات ما عرف بالدولة الزيدية في اليمن، الدولة الزيدية في اليمن التي نشأت بقدوم الحسين إلى صعدة يحيى بن الحسين الرسي، ثم بعد ذلك استمرت فترة طويلة تتناقل هذا الحكم من ضمن في إطار البيوت الهاشمية أو الزيدية التي سكنت صعدة إلى ما والتي كانت آخرها أسرة حميد الدين التي قامت عليها ثورة 26 من سبتمبر. في إطار هذا التاريخ الطويل حصلت صراعات بينية كبيرة، ليس فقط على مستوى صراعات الهاشمية السياسية، بينما بين الزيدية نفسها وبين الدويلات اليمنية التي نشأت كالدولة اليعفورية والدولة الطاهرية والدولة الرسولية والصلاحية، وكلها دويلات يمنية نشأت وكانت تتصارع مع الزيدية التي ظلت يعني تتمركز في منطقة صعدة وما حولها، وبلغت في أقصى حدودها، كانت تبلغ إلى محافظة دمار ثم تنزوي أحيانا أو إلى صنعاء وتنزوي أحيانا وتعود إلى صعدة، ولم يتسنى للزيدية أن حكمت اليمن كلها. هناك مغالطات تاريخية كبيرة في الحديث على أن الزيدية حكمت اليمن جميعا، وإنما حكمت أجزاء من صعدة واستمرت فيها، وبل أنها كانت ربما انتهت في فترة الدولة الرسولية التي وصلت إلى أبعاد من صعدة، وصلت إلى حكمت إلى نجد والحجاز وأضمحلت دولة الزيدية، لكنها كانت كل فترة كارثة. يعني إشكالية الزيدية أنها في فترات الحكم تحكم ويظهر الإمام الذي يدعون عصمته وأنه هو الإمام المكلف بإدارة الشأن الديني والسياسي، وحينما تندثر دولتهم أو تنهار دولتهم فإنهم يعمدون إلى فكرة الإمام الخفي، والإمام الخفي هو الذي ظل في كامنا في صعدة منذ ثورة 22 سبتمبر 62 حتى 11 فبراير 2011. كان هناك إماما للزيدية، وكان يتمثل هذا الإمام ببدر الدين الحوثي وبعد وفاة بدر الدين الحوثي، أو كان هناك شبه صراع لأنه لم يكن هناك إمام واحد، كان هناك صراع بين علمين من علام الزيدية وهو بدر الدين الحوثي ومجد الدين المؤيدي، فظلوا يحكمون من صعدة بذهنية أنهم الحكام المخفيين للمذهب الزيدي والمرجعية للزيدية حتى 2011، وحينما بعد ذلك تم إعلان ومبايعة عبد الملك الحوثي في 2012 تقريبا بكونه إماما للزيدية في اليمن. طيب دعنا أستاذ نبيل نشرك في نقاشنا الباحث والكاتب الأستاذ زايد جابر. مساء الخير أستاذ زايد. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ زايد. يعني في إطار حديث الأستاذ نبيل على أن هذه الوثيقة هي انعكاس ل يعني خلفية فكرية كانت موجودة أساسا من قبل في الكتب التي اعتمد عليها سواء الحوثيون أو من سار على نهجهم في إطار التفكير والمعيشة، هذا التفكير كان موجود، هذه الوثيقة كانت موجودة. السؤال هنا، خلال التاريخ الذي عاشته اليمن، هل هناك قاعدة من المشترك ما بين اليمنيين والفكرة الزيدية والفكرة الهادوية أو الفكرة الحوثية حاليا، قاعدة مشتركة يمكن البناء عليها والعيش فيها؟
فعلا الحقيقة أن الوثيقة لم تأتي بجديد، يعني الوثيقة هي تلخيص لفكر الهادوية والإمامة عبر تاريخه الطويل. يعني كانت المبررات لمجيئها أنه كان هناك صراع بين أتباع هذه الفكرة نفسها منذ سنوات، منذ تأسيس حزب الحق، وما قيل أنه تخلي عن الإمامة، لأن هذه العقيدة يعني التي لخصتها الوثيقة و التاريخ يعني وهي للفكر الهادوي هي تلخص العقيدة بثلاثة أضلاع: التوحيد كما تنظر إليه هذه الوثيقة بتفاصيل معينة، والنبوة والإمامة. فالإمامة هي جزء من العقيدة، وحصرها في البطنين، وأحقيتهم بالعلم وتفسير الدين وما إلى ذلك. كان هناك خلاف معين حول هذه الجزئية، وخصوصا أن السلطة خلال مرحلة الصراع والحروب الست مع الحوثيين كانت تشيع أن الحوثيين أو جماعة بدر الدين وحسين الحوثي إنهم خارجين عن الإطار العام للهادوية أو الزيدية، مستغلين في ذلك فتوى أو بيان صدر من بعض علماء الهادوية في صنعاء ضد حسين الحوثي، وهو قبل الحرب. بعد 2011 وعندما بدأت تتوسع الحركة الحوثية، حدث ما يشبه المصالحة بين أطراف الهادوية من أتباع مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي في صنعاء، ثم بعد ذلك علماء يعني الذين كانوا في حزب الحق في صنعاء. هذه الحوار لخص الأفكار المؤمنين بها جميعا. ومن المفارقات أن من المآخذ كانت على حسين الحوثي أنه مثلا يؤمن بالجمهورية، وأنه أن جماعة يعني الشباب المؤمن الذي كانوا ينضمون في إطارها تخلت عن حصر الإمامة في البطنين. فجاءت الوثيقة لتقول أن كل ما قيل إنها شائعة، وأن أنهم لا زالوا مؤمنون بها كعقيدة، وأن الإمامة محصورة في البطنين، وأنها لعلم من آل البيت في كل زمان ومكان، ومنذ الإمام علي وإلى يوم الدين. فالوثيقة يعني فعلا هي كشفت عن جانب، والخطورة فيها أيضا أنه وقع عليها علمين من أعلامهم في صنعاء، وهما العلامة حمود عباس المؤيد والعلامة محمد المنصور، وهما الذين قيل أنهم في عام 90 أو 91 أصدروا بيانا يتخلى فيه عن الإمامة، مع أنه بيان عام 91 كان مراوغة أكثر من كونه صريحا بتخليهم عن فكرة حصر الإمامة بالبطنين. لم يعترض على هذه الوثيقة بعد توقيعها سوى عبد العظيم الحوثي، لم يعترض على مضمون الفكرة، وإنما ما تضمنته الوثيقة من اعتراف ضمني بعبد الملك الحوثي الذي وقع على الوثيقة بصفته قائد المجاهدين. فهو بالوثيقة نفسها، لأن من شروط الإمام أن يكون خارجا، أي أن يمارس الجهاد، وهذه الوثيقة أعطت عبد الملك الحوثي هذا الحق، بمعنى أنه سلمت له الإمامة. وعندما سئل أن جماعتك سلموا، قال كانوا تحت الضغط. لماذا أعترض على الوثيقة؟ قال لأن عبد الملك الحوثي لا تنطبق عليه شروط الإمامة، حكب بكل وضوح وصراحة كان اعتراضه فقط. وهناك من يروج له وكأنه يعترض على الفكرة والمبدأ، وهذا غير صحيح. إنما هم من نفس البيئة الفكرية، عبد الملك الحوثي ليس إماما. هم من نفس البيئة الفكرية تقصد أستاذ زايد؟ نعم الجميع، يعني أنا أستطيع أن أقول وأجزم أن هؤلاء المحسوبين جميعهم على العلماء، لم يعترض أحد باستثناء محمد سالم عزان، يعني وهو لم يعد محسوبا عليهم، الذي له دراسات يعني وكتابات واضحة وصريحة في انتقاد الفكرة نفسها، وإلى حد ما إبراهيم زيد الوزير، لكن البقية موافقين كلهم. وأيضا عبد العظيم الحوثي بينه وبين عبد الملك صراعات وصلت إلى حد القتل بين أتباعهم، لكنه يرى نفسه أحق، لأن شروط الإمامة الوثيقة قالت أن هناك شروط معينة وطريقة معينة لاختيار علم من يعني علم الأمة الذي يقود الجهاد والذي يعمل كذا، يعني الإمام بصيغة أخرى، لأن حسين الحوثي وضع مصطلح العلم وهو موجود في التراث الهادوي أيضا، وعلم لهذه الأمة يعني إمام. فهذه الشروط من ضمنها أن يكون عالما مجتهدا، 13 شرطا، لكن أهم الشروط أنه من البطنين، أي يعني أن يكون من نسل الحسن والحسين، وأن يخرج شاهرا سيفا، أن يكون مجاهدا. حسين الحوثي ومن بعد عبد الملك يعتقدون أنهم حققوا أهم شرط
عجز عن تحقيقه كل من كانوا ينظرون إليهم كأئمة مثل مجد الدين المؤيدي أو بدر الدين الحوثي بعد قيام الثورة، لأنهم لم يخرجوا، وبما أنه خرج وامتلك القوة هذا كأعطى مبررا حتى لبعض علماء صنعاء أن يقنعوا كثيرا من كانوا يرون في أنفسهم الأحقية أن عليهم أن يسلموا، في حين أن ابن عمه عبد العظيم الحوثي كان يرى أنهم ليسوا أهلا لمنصب الإمامة وأنه يطرح نفسه على أنه أحق بالفكرة. لكن الخطورة الجميع يؤمن أن هذا حق إلهي لهم، وهذه يعني جزء من العقيدة. الوثيقة تحدثت بصراحة وجعلت منزل الإمامة والاستفتاء على الناس بمنزلة التوحيد والنبوة، ويعني بمن يكفر بالإمامة أو بأحد شروطها أو بعدم حقيتهم بها فهو كمن يكفر بالله أو بالنبوة، ولذلك يعني هذا يفسر كيف ينظرون لكل من وقف ضدهم على أنه يعني خارج الإسلام ويستحلون دمه وبيته وماله وما إلى ذلك. طيب أستاذ زايد، يعني أنت تناولت في الكثير من كتاباتك العنصرية الدينية حول هذه الوثيقة الفكرية، وفي ظل حديثك الآن كنت تحدثت أنت عن أن من العلماء من تخلى عن الزيدية أو عن فكرة الإمامة ثم الآن جاء ووقع على هذه الوثيقة، وكذلك من الممارسين السياسيين بداخل هذه الجماعة. إذن هناك الآن نوع من التناقض بداخل العقلية التي تكون الفكرة الحوثية، وهناك انعكاس على الواقع الذي يعيشه اليمنيون الآن. في إذا يعني ما عملنا مراجعة لهذه الوثيقة بشكل عام، هل يمكن الآن في ظل سياق الحديث عن دولة ديمقراطية دولة مدنية، هل يمكن التعويل أو البناء على أن الحوثيين قابلين للعيش في هكذا دولة؟ يستحيل تماما. الإمامة وفكرة الإمامة والاستفاء الإلهي هو نقيض للدولة، للجمهورية، للمساواة، لكل القيم المدنية. ما حدث يعني الحقيقة أن هذا الفكر يعني ظل يعني عندما بدأ بداية القرن العشرين وأفكار التحرر كانت لا زالت هذه الفكرة تحكم اليمن إلى عام 62، ثم ظلوا بعد ذلك 8 سنوات يحاربون بالسلاح في الميدان، فاستسلموا عام 70، لم يحدث هناك مراجعات ولم يحدث تخلي عن الفكر العنصري والسلالية العنصرية والاصطفاء الإلهي. ما حدث أنه بعد قيام الوحدة وبعد التعددية السياسية انضوى هؤلاء يعني تحت إطار حزب الحق، ورأى البعض أن هذه الفكرة يجب أن يصدر بيان لتوضيح الناس منها، صدر بيان وقع عليه بعض علماء حزب الحق في صنعاء، وكان رئاسة الحزب لمجد الدين المؤيدي ونائب رئيس الحزب بدر الدين الحوثي وثقل الحزب في صعدة. هذا البيان تخلي الاضطرار، هو يقول أنه إذا كانت ستؤدي إلى فتنة فإنه لا داعي لإثارتها، وكما قال الإمام علي سنسلم ما سلم الناس وما إلى ذلك، مع أنه في البيان نفسه ما يشير على أنهم يؤمنون بها، لكنهم يرون أنهم قد يتخلون عنها إذا كانت ستؤدي إلى فتنة. ومع ذلك فقد رفض التوقيع على هذا البيان بدر الدين الحوثي ومجد الدين المؤيدي، وهما القياديان الأول والثاني في الحزب نفسه. ثم تفكك حزب الحق، وإذا بهؤلاء العلماء الذين وقعوا البيان يوقعوا في 2012 على الوثيقة الفكرية، هي ليست لم تسمى وثيقة الحوثيين ولكنهم سموها وثيقة الزيدية. وقع عليها الجناح الآخر في صعدة، جناح مجد الدين المؤيدي وعبد العظيم الحوثي، ثم اعتمدها وأقرها مجد في صنعاء المنصور وحمود عباس المؤيد، بل حتى حسن زيد وهو من تبقى من حزب الحق كتب مدافعا ومنافحا عنها وقال هذه عقيدة الزيدية ومن حقنا، بل وكتب يرد على زيد الوزير الذي قال أن الحصر أن الجارودية ليست من الزيدية، وقال بل الإمام زيد، وظل يدافع عنها وهو يعني السياسي الذي كان يظهر في هذا الحزب. والحقيقة أن هذه حزب الحق أنضوى بشكل أو بآخر في الحركة الحوثية. ليس هناك للأسف الشديد عندما رأوا بعض يعني من كانوا يرون أن الإمامة أصبحت جزء من التاريخ، عندما رأوا حركة الحوثية تحقق بعض المكاسب على الأرض من خلال القوة، رأوا أن الفرصة مواتية وأصبحوا يدافعون عنها، بل أن بعضهم ممن كان قد اعتنق أفكار اليسار والحداثة وما إلى ذلك أصبح يتعامل مع الأمر وكأنه شيء طبيعي أن يكون هناك علم كما يسمونه فوق النقد
يعني والصورة هي صورة حداثية، لأن الإمامة هي فكرة قد تتجسد بصورة، يعني الإمام يحيى مثلا عملها إمام مملكة، ولم يكن هناك في الفكرة الهادوية الزيدي أو الإمامة عبر التاريخ مملكة وولي عهد، في حين أن هذا لا يمانع أن تكون هناك جمهورية هو مرشدها كما هو موجود في إيران. هم يستلهمون النموذج الإيراني ليجعلوها النموذج الإيراني وسيلة لتطبيق الفكر الإمامي الهادوي. طيب المتوارث بسؤال أخير أستاذ زايد، يكون العلم أو الإمام هو عبد الملك الحوثي. بسؤال أخير أستاذ زايد، هل من الممكن من خلال هذه يعني الحدود التي يضعها الحوثيون لأنفسهم ومن سار على نهجهم أن يتركوا فكرة الاصطفاء الإلهي وأن يتحولوا إلى حزب سياسي في إطار هذه الدولة المدنية التي يعني أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ الإمامة عبر التاريخ اقترنت الحق الإلهي، اقترن بالقوة. يقول مجد الدين المؤيدي وهو أحد المراجع المعتدلين كما يسمونهم أن هذا الفكر، أن هذا المذهب الشريف لم ينتصر عبر التاريخ إلا بالسيف المسلول على أهل النصب المخذول، يعني بالقوة المسلحة. ولهذا إذا نزعت هذه القوة ماتت هذه الفكرة. هذه الفكرة العنصرية التي بدأت في العراق وإيران وذهبت إلى المغرب انتهت في كل مكان، وبقيت في اليمن لأنه شعب مسلح وجبلي ولم تصل إليها الدولة في كثير من فترات التاريخ التي سقطت فيها دولتهم. ولهذا يستحيل من خلال النظرة إلى منهجهم وفكرهم وواقعهم أن يتخلوا عن السلاح. إذا تخلوا عن السلاح هم كما حدث في عام، هم بدأوا حزبا سياسيا أصلا. ولهذا من يعود إلى ملازم حسين الحوثي كان يقول إن الديمقراطية ستقضي على مذهبنا. حصلوا على مقعدين عام 93 وكانوا متحالفين مع الحزب الاشتراكي، خسروها في عام 97، وفي عام 2003 لم ينجح يحيى بدر الدين الحوثي إلا بالترشح باسم المؤتمر الشعبي العام. إذا تحولوا إلى حزب سياسي لن يستطيعوا، وهم يعلمون ذلك، لأنهم يأتون باسم العقيدة وفرض رؤاهم بالقوة. ولهذا حرصوا على أن يمتلكوا السلاح وعلى أن يخضعوا الناس، بل حتى في صعدة نفسها لا يمتلكون أغلبية، بل داخل الزيدية نفسها يعني الشباب المؤمن ومحمد سالم عزان وتياره الذين تخلوا عن هذا الفكر العنصري ولا زالوا متمسكين بالمذهب الزيدي، أقول ربما يصلون إلى النصب من خلال. وهناك أيضا كان لدينا حتى السلفية ويعني الوازعي ومركز دماد والإصلاح، يعني في داخل صعدة نفسها المعقل الرئيسي لهم لن يعودوا يمثلون أغلبية، فما ذلك بالجمهورية كلها. ولهذا نحن نطالب كدولة لنزع سلاح، وأن يأتي ويقول أنا خير منكم، أنا أفضل منكم، أنا الحكم لي، ولكن لنحتكم إلى الصندوق إذا اختاروا الناس لا يمكن أن، وهو بكل تأكيد مطلب جميع اليمنيين أن يعني أن ينزعوا هذه الأفكار وأن يتحولوا إلى حزب سياسي حتى تكون هناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها ويقبلوا في هذه الدولة. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ نبيل، يعني كنا نتحدث عن أخطر ما يمكن أن أو الجديد بهذه الوثيقة أنها جمعت في الأخير يعني الذين كانوا يتناحرون فيما بينهم لوجود رجل أو من يتمكن بداخل هذا التيار أو السلالة ليحكم هو. لكن الآن هناك يعني استفسار حول طبيعة كيف يمكن العيش في ظل دولة يعني مدنية، دولة مأمولة من قبل الناس مع فكرة مثل هذه. هل يمكن أن تبقى هذه الفكرة؟ هل يمكن أن يعني أن تعزل سياسيا؟ ما المطلوب أو كيف يمكن التعامل معه؟ خطورة الوضع في اليمن اليوم أنه ترتكز على مفهوم أو مفهوم الصراع اليوم يتمحور حول حقيقة أنه الصراع القائم نحن من وجهة نظرنا كيمنيين أو من وجهة نظر كل الأحزاب وكل الفعاليات السياسية أنها ترى أن هذا الصراع صراع سياسي، بينما في زاوية خطيرة من 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 توصيف هذا الصراع ينطلق الهاشميون أو تنطلق الحوثية وكل من شايعها على أن هذا الصراع صراع عقائدي. وبالتالي أن لا نستطيع أن نجمع بين توصيفين مختلفين للأزمة في اليمن، أنه نحن نسير باتجاه حلحلة هذا الصراع من زاوية سياسية مجردة، بينما هم ينظرون لهذا الصراع لأنه صراع عقائدي وصراع وجود. وبالتالي حالة الاستماتة اليوم مثلا وفشل كل جولات المفاوضات السياسية وكل ليس فقط على امتداد المرحلة الماضية والجولات التي تمت في جنيف وغيرها ووصلنا إلى الكويت، لكن من خلال الصراعات التي تمت منذ دماغ، منذ ما بعد دماغ، من الحرب الأولى
في ديسمبر 2004 حتى هذه اللحظة أنهم ينظرون إلى زاوية الصراع على أنه صراع عقائدي، وبالتالي هم العقيدة وهم الذين يمثلون السماء ويمثلون نصوصها ويمثلون القرآن، هم الذين يحق لهم أن يتصدروا المشهد وأن يحكموا وأن يفسروا الدين ويفسروا القرآن، وما غيرهم ليس له حق الوجود. يعني بالتالي هنا الأزمة، هنا تكمن الأزمة اليمنية، هنا أن عقدة الصراع في الفاعلين الرئيسيين اليوم في المشهد وجماعة الحوثي أن صراعها مع اليمنيين صراع عقائدي وليس صراع سياسي، بينما ينطلق اليمنيون وكل فعاليتها السياسية اليوم أنه صراع سياسي، هو في الحقيقة صراع سياسي، لكن الإشكالية اليوم أن الطرف الرئيسي الذي في هذا الصراع أنه يرى هذا الصراع صراع وجودي وصراع عقائدي، ويجب أن يقوم فكرة يعني محورة هذا الوجود من خلال استنزاف أو من خلال إفناء كل خصومه السياسيين ومصادرة حقهم في الحياة وفي حقهم في كل شيء. وبالتالي هنا تكمن الإشكالية اليوم، لماذا فشلت الكويت ولماذا ستفشل؟ وأؤكد على هذا أكثر من مرة أن الكويت لن تنجح، وأي مفاوضات تكون مستقبلية لن تنجح في إطار وجود هذه الجماعة التي تصر على أن يكون اللاعب الرئيسي هو السلاح وليس صراع الأفكار وصراع السياسات. صراعها هو متمركز كما قال الأخ زايد جابر أنه السلاح هو عمودها الفقري في كل وجودها السياسي والعقائدي، وبالتالي مع انتزاع هذا السلاح ستغيب هذه وستتلاشى هذه الجماعة وستتلاشى هذه الفكرة، لأنها قائمة على فكرة السلاح وعلى فكرة الاستقواء بهذا السلاح وتنفيذ أجندتها وفق هذا السلاح. طيب، يعني الآن هذه الوثيقة نشرت منذ سنوات وطلع عليها الكثيرون، حتى لربما ممن تحالفوا سياسيا الآن مع الحوثيين، لربما أيضا الحوثيون نجحوا في أن يحولوا هذه الوثيقة إلى عمل فعليا على الأرض أو على واقع ملموس بحكم ما شاهدنا سواء قبل فترة الانقلاب أو بعد فترة الانقلاب إلى الآن. كيف يمكن إذن النظر إلى أن هذه الوثيقة أو هذه الخلفية الفكرية نجحت في استقطاب الناس لها بشكل من الأشكال؟ يعني هناك في الأخير مؤيدون للحوثيين من خارج نطاق الخلفية الفكرية نفسها. أنا باعتقادي أنه لا نستطيع أن نقول أن هناك نجاح، ما تحقق الصراع الذي دار في اليمن هو ليس صراع بين جماعة الحوثي بتمايزها الواضح المذهبي السلالي الطائفي، ليس هذا الذي حدث. الذي حدث أنه تم شق الصف اليمني والجمهوري وإيجاد حالة فراغ موجود في هذا الصف واستخدام كل الفعاليات السياسية في إطار هذا الصراع. كان يتمحور صراعهم منذ البداية مع تيار حزب الإصلاح ومع تيار بعد ذلك تيار 11 فبراير، واستطاعوا أن يدخلوا لهذا الصراع مثلا حينما تعللوا بدخولهم صنعاء إلى تصفية حساباتهم مع بعض الأطراف السياسية، ما هي لعبوا على مسألة الحياد، إيجاد نظرية الحياد في كل المراحل أو المحطات التي خرجوا بها من صعدة حتى وصلوا اليوم إلى ما وصلوا إليه. كانوا يستفردون يوجدون صراعات جانبية ويحيدون بعض الأطراف من أجل أن يقضوا على هذا الطرف وبعد ذلك ينتقلون إلى الطرف الآخر. استطاعوا في هذه اللحظة أن يسقطوا الدولة ويستولوا على مؤسساتها وأسلحتها تحت بند أن لهم خصوما في إطار الصف الجمهوري. اليوم تحولت الفكرة الجمهورية كلها إلى خصم، وتحول مثلا ما كان يسمى بنظام علي عبد الله صالح وسلطته الآن إلى مجرد ورقة في يد هذه الجماعة التي كانت عبارة عن ورقة في يد علي عبد الله صالح حتى ما قبل دخول صنعاء، وبدخولهم صنعاء تحول علي عبد الله صالح ومؤسساته نقطة تحول كانت. نعم، نقطة تحول فارقة، لأن الذي كان متفقا عليه أنهم لن يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، لكنهم حينما وصلوا إلى صنعاء واستطاعوا من خلال في تلك اللحظة أن يسيطروا على كل شيء ويستولوا على كل شيء، وبالتالي تحول علي عبد الله صالح إلى مجرد ورقة في أيديهم. اليوم الحاكمين الفعليين اليوم هم هذه الجماعة، هي التي تحكم في صنعاء وتحكم في المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم، بينما الأطراف التي كانت تعتقد أنه تصفية حساباتها مع حزب الإصلاح ومع بعض القوى القبلية أنها ممكن بعد ذلك أن تعود الكرة وتستولي على السلطة، اليوم عاجزة ولا تستطيع أن تعمل شيء في صنعاء وفي غيرها من المناطق. اليوم هناك التباين واضح في هذا الصراع، أنه مشروع الإمامة بكل تكتلاته وكل من يتحالف معه من منظومات الأحزاب أو الجماعات أو الأفراد أو الأشخاص تيار كتلة واحدة، وتيار ما يسمى بالجمهورية الثانية في اليمن
هو تيار الحالي بكل تفرعاته حتى من ضمن القوى الموجودة في المؤتمر الشعبي العام. هناك قوى لا زالت في المؤتمر الشعبي العام رافضة لهذا المشروع، ولكنها عاجزة عن أن تستطيع أن تحدث حراكا سياسيا أو عسكريا الآن. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه من المهم بمكان الحديث على أن المعركة أصبحت معركة وجودية بين الفكرة الجمهورية في اليمن وبين الهاشمية السياسية. اليوم مطلوب من كل اليمنيين الموجودين والذين يرون النظام الجمهوري مهدد واستعادة الجمهورية مطلوبة اليوم من الجميع أن يتحدوا ويقفوا صفا واحدا ويجنبوا كل الصراعات السياسية المختلفة الأخرى ويذهبون إلى استعادة الجمهورية. إذا استعدنا الجمهورية بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن الصراعات الجانبية وأن نحلها في أي إطار من المصالحة الوطنية التي يمكن أن تبنى عليها. يعني هذا الحديث يحيلني أو يذكرني بنقطة أن ما نعيشه الآن هو تكالب ثورتين مضادتين، سواء على الثورة المضادة ل 1962 والثورة المضادة ل 2011. الآن هناك يعني إذا ما أردنا أن نفكك البنية الموجود أو التي يبنى عليها هذا الانقلاب، من أين يجب أن نأتي؟ من يعني بتفكيكه مرة من مثلا من الثورة المضادة ل 2011 أم من الثورة المضادة ل 1962؟ أنا باعتقادي أن الثورة الأم، الثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم. نحن ثورة فبراير هي ثورة على هامش الثورة الأم. وبالتالي اليوم الإشكالية الخطيرة أنه هناك نجاح الثورة المضادة لثورة 26 سبتمبر هو الذي أدى إلى نجاح الثورة المضادة ل 2011 وليس العكس. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أن استعادة ثورة 26 سبتمبر، اليوم نحن لسنا بصدد استعادة ثورة 11 فبراير، لأن 11 فبراير انتهت الجمهورية التي حاربت والتي قامت لأجل استعادتها وتصحيحها ثورة 11 فبراير. اليوم يجب أن نستعيد 26 سبتمبر، وبعد ذلك إذا استعدنا 26 سبتمبر سنستعيد 11 فبراير وسنستعيد 22 مايو وسنستعيد كل اللحظات الوطنية المشرقة في تاريخ اليمنيين. لكن اليوم نحن عدنا إلى نقطة الصفر، وهي نقطة البداية، نقطة 26 سبتمبر. القوى الإمامية عادت وتوغلت في المشهد وأدارت المشهد اليوم، وبالتالي يجب أن نستعيد نقطة البداية وهي ثورة 26 سبتمبر، وبعد ذلك نذهب إلى تصحيح كل المسارات الأخرى. إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم الأعزاء المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.